بيقولوا بالحياة ما في شيء ببلاش، وبالإنجليزي بيقولوا scratch my back I'll scratch yours، يعني احكي لي ظهري لحكي لك ظهرك. Apparently وهيك عم رح نتعلم من مارك اليوم إنه بالطبيعة كمان ما في شيء ببلاش، وكمان الأركان تبع الطبيعة بيساعدوا بعضهم ليوصلوا للي منشوفه. صباح الخير مارك. هاي ألبير. رح تخبرنا قصة مهضومة اليوم، العلاقات بين النباتات كيف والحيوانات، والحيوانات وكيف كل واحد بيلعب دور ليساعد التاني ليبين ويتطور ويتحسن. صح. هلا بالطبيعه في كثير يعني مثل ما بتقول انت يعني كمان اخذ وعطى، وهيك الاوقات بتكون مثل عند الانسان على ظهر حدا معين. يعني في كثير من العلاقات بالطبيعه بتكون في حدا عم بيستفيد وحدا ما عم بيستفيد. في مطارح واحد بيستفيد والثاني مش بينضر، بس يعني اخر همه، وبتصير كثير يعني. هلا بعطي اكزامبلات عنا، في مطارح بيستفيد واحد والثاني بينضر على الاخر، وفي مطارح هي وين وين سيتويشن، اثنيناتهم كثير بيستفيدوا، وهيدا الشيء اسمه السيمبيوز ميتيال او تعادل، يعني يلي مخلوقين فهموا انه اذا تعاوننا وتعددنا يعني بكون كل شيء للاحسن، وهذا اللي نحن بدنا ندوي عليه. واوقات اذا فهمناه بنفهم قد ايه الانسان اذا دمر مثلا شغله بالطبيعه قد ايه فيكون الافه، ما بنفهمه دايركت لانه في كثير اوقات كل شيء على بعضه 100%. يعني بتحارب شغله بتكون عم تأذي شغله ثانيه. مزبوط. هلا لما بقول هيك بيقولوا لي طب شو وين مطارح اوقات بيستفيد حدا والثاني ما بيستفيد؟ يعني مثلا في كثير اكزامبلات بايخه، يعني اوقات الشجره بتكون واقفه وبيجي عصافير بيعملوا العش وواتها، هي ما بتستفيد من شيء بس انه ما بتنضر كمان، ولا وقدرت تكون شلتر لهالعصافير. وهيك في مطارح بتكون بتشوف كثير اوقات بقر وعليهم بيجي بغط عصافير، هالعصافير بغطوا على البقره هي ما بتستفيد شيء منهم، بس هن كثير بيستفيدوا لانه هي وعم تمشي بتطير البرغش والدبان، وهن بصيروا يعرفوا وين بيروحوا بياكلوا. سو هولي قصص كثير معروفه وفي عليهم موفيز. ما بياكلوا من البقره الحشرات؟ لا، في مطارح في انواع من الحشرات وهيك منهم يلي بيكونوا على البقره، وما ما بيمشوا غير اذا مش شيء كبير، يعني هيدي كثير موجودين يعني بالطبيعه. بعطي اكزامبلات يعني. فرح نبلش هلا نحن باول اكزامبل من تعدد. مزبوط. يعني نحن اليوم حلقتنا عن النباتاتهم يستفيدوا او وين وين سيتويشن، فرح نبلش اول شيء بخارطه افريقيا لنشوف وين مدغسكر، ولنقول انه من 160 مليون سنه بيقولوا انه مدغسكر يلي هلا هي بارت من افريقيا بركه كانت عندها جزء بافريقيا وجزء بالهند. فمشان هيك كانت بين القارات بركه قارتين كانت، مشان هيك هي كثير غنيه بالاوركيدز. يعني بيقولوا انه في اكثر من 1200 نوع اوركيدز بمدغسكر لوحدها. واحده منهم لهالاوركيدز عم نشوفها هون قدامنا اسمها اتوال دو مدغسكر او نجمه مدغسكر. طلع بتعرف الاتوال لانه زهرتها مثل النجمه. هلا اذا بنطلع على هيدي الصوره هون من يعني بتشوف زهره كيفيه، وهيدي الزهره كانت عم تختفي من العالم، ما بقى خلص عم تكون موجوده. هلا بعدين اكتشفوا انه مثابه انه الانثى بهيدي النبته بعيده عن الذكر فيها 30 سنتي، يعني في برا الذكر مطرح ما بين هيك بالنص، والانثى هي جوا كثير يعني. أوكي. 30 سنتي، وما في ولا طريقه طبيعيه كان ينقل البولن على الانثى تتقدر تصير تتكاثر وهيك، لحد وكانت عم تختفي لحد ما هي الصوره عم فرجيك اياها اكزاكتلي حدا صورها لهيدي الصوره وبعدين فهموا شو اللي عم بيصير. هون عم نشوفها كمان بطريقه ثانيه. اكتشفوا انه كان في بمدغسكر بابيون الترومب تبعه طوله 30 سنتيمتر، وهو كان المخلوق الوحيد يلي كان بيقدر ينقل هالبولنز. يعني هو اللي كان عم بيقوم بمهمه تكاثر هالاوركيد 100%. وهيدا اتفاق يعني من ملايين السنين، في شهاده بنسميها كو ايفولوشن، يعني هالبابيون وهالاوركيد طوروا حالهم مع بعضهم بهذه الطريقه. الاوركيد عارفه انه انا في مخلوق بيقدر يساعدني بهالطريقه، والبابيون عارف انه الاوركيد هي رح تعطيه اكل، وهيك مثلا لانه بس في حشره واحده عم تجي عليها ما في امراض معقول تنتقل عليها وهيك. وهذا الاتفاق اللي عملوه من كثير زمان، الاثنين بيستفيدوا، انا بعطيك رحيق وبعطيك اكل وهيك، وانت بتنقل، انت بتخليني اتكاثر. سو هيدي شيء. وتشوف كيف مثلا بسبب نسيت اقول بالاول انه بسبب استعمال العشوائي للبيستسايدز كان بمدغسكر، كانت هيدي البابيون عم بتموت،
وكان مشان هيك عم تختفي الاوركيد لو يعني ما شافه. نتيجة انقراض هالحشرة ما عاد الاوركيد 100%. فشو عملوا؟ رجعوا اكيد رجعوا انتبهوا، صاروا يخففوا استعمال هالبابيون، رجعوا كمان ساعدوا انه يتكاثروا ويردوهم بمطرح الاوركيد المحطوطة لرجعت تكاثرت اكثر. اوكي هلا ما بعرف اذا رح يكون في فيديوز حاضرين او لا، بس رح فرجي صور كمان على انواع البابيون، او حتى اوقات نحن بكون عندنا هامينج بيردز العصافير الصغار يلي بنشوف كثير صور هيك كثير حلوين، يعني مثل هول هون. بس تفرجيك قديش طبيعه بتعمل قصص منيحه. اول شيء الهامينج بيرد هو عصفور قدر طور حاله، يعني اذا بدي اعمل حلقه عنه ما بيخلصوا، يعني بيقدر يعمل اوقات 60 بطمه بالثانيه، بيقدر قلبه كيف بينبض يعني، وبنفس الوقت في يطير لورا، فما كثير في عصافير هيك بالعالم. وفي يبقى مكانه هو وطاير، هو واقف كمان 100%. مشان هيك مع الوقت، وبهيدي الزهره بنشوفها هون بقوه كيف الزهور طوروا مع الوقت، انه يعني هو بيقدر يكون واقف، يقدر ياخذ كمان الرحيق وينقلها من زهره لزهره، سو طوروا شكل البتال تبعهم ليقدروا هم بيردين لهم هيك. يعني بيعطوا يعني اكل، يعني تاقلمت الزهره مع شكل منقار العصفور او تاقلموا سوا، يعني مع الوقت صار في كو ايفولوشن، يعني هن عملوا هالتاقلم او التطور سوا يعني هيك. هلا الاكزامبل الثالث يلي رح احكي عنه انا من احلى اكزامبلات بحبهم، يعني لتشوف قد ايه منا كثير موصول الاساس. هون عم نطلع على السنجاب، اوكي الاكيرا يعني سكوير. اوكي وما في اذا بتعرف انه في منهم بيطيروا يعني. اوكي هلا هن اكشلي ما بيطيروا، يعني فيهم ينطوا لتقريبا 100-150 متر، بحلقوا شوي، بحلقوا هيدي الكلمه المضبوطه يعني، بس انه هن بسمون فلاينج سكوير مشان هيك عم نقول بيطيروا. هلا فهلا اذا في فيديو عن سكويرلز بنحضره نشوفه، ايه بس يعني تنحكي عنهم هيك ونشوفهم اكثر كيف بنطوا السكويرلز، يعني هلا بنحضره بنشوفه. فهون بس هيدا الفيديو تشوف انه كيف هن بيقدروا هلا على بالرالنتي، هلا رح تبين بالصوره الثانيه تشوف كيف هن عندهم هالجوانح. يعني هلا هذا نوع مهضوم، هذا نوع من السنجاب يلي أكيد عنده هالجلد الاوسع يلي بيقدر يحلق فيها وبيستعمل دنبه ليوجه حاله 100%. انا ما بعرف اذا في موفي ثاني عن سكويرلز او لا، بس انه نرجع نفرجي شغله ثانيه. دونك عرفنا انه في سنجاب بيقدر يحلق لهم. اوكي بعدين بالطبيعه في كثير مشرومز بنشوفهم وين ما كان، رح نشوف صوره ونفسر عنهم يلي نحن بنسميها مشروم، يعني انت عاده بنسمي هول الشامبينيون، هن اكشلي هول منهم الشامبينيون. الشامبينيون هو بيكون تقريبا 90% من حياته هيدي البارتي تحت البيضه يلي اسمها مايسيليوم، والهيدا اللي نحن بنسميه شامبينيون هو اسمه سبوروفور، يعني اذا بدنا نهينها لو بطريقه مش علميه كثير انه هن مثل الفاكهه تبع الشامبينيون. فعادة الشامبينيون بيكون هيك، يعني الشامبينيون سوري هي الابيض البارتي اللي تحت الارض اللي ما بنشوفها. مزبوط اوكي، هي اللي اسمها مايسيليوم، بفتره معينه بفرخ الشامبينيون تيقدر بعدين يقدر يتكاثر وهيك يعني. اوكي هلا هيدي الصوره اللي بفرجيك اياها كمان كثير مهمه، يعني تحت كل شامبينيون في عندنا كل هالنتورك من النوع كانه نتورك طويل عريض اوقات بيكون يعني. فهون هالصوره كثير مهمه، الابيض يلي عم نشوفه هو شلش الشامبينيون اللي اسمه مايسيليوم، ولا عم نشوفه لونه اورانج هو شلش الصنوبره. اوكي فكلي لانه فجاه هالصوره بتفسر كثير. حاليا بالزراعه نحن بدي ريكومند اوقات نزرع شامبينيون، شفت الصوره مبينه حد الصنوبره هي وصغيره. اوكي نزرعهم سوا ليه؟ لانه عمليا بصير في اتفاق، الشامبينيون مثلنا ما بيقدر ياكل التراب، يعني هو ما بيقدر ياكل تراب، هو بينما النبته فيها تاكل التراب تحولها لمواد عضويه، يعني نحن لما ناكل خسه بتكون لانه النبته حولت المواد اللي بالارض لمواد عضويه نحن ناكلها، الشامبينيون مثلنا ما في يحول التراب لغذاء له. سو هون بيعمل اتفاق مع النبته بقول لك شو رح نعمل؟ رح حط شلشي حتشلشك، هيك بيطلع لنا اكثر مي سوا، وانت او كونترو بارتي لانه رح يطلع لك مي اكثر بتبعتي لي اكل بالشلوش. سو هيدا الشيء كثير موجود بالطبيعه يلي نحن بنسميها ميكوريز، يعني بنزرع حاليا يعني اوقات شامبينيون معين، اكيد مش كل الشامبينيون بيثبتوا مع كل النباتات يعني، فهيدا بتصير هيك. هلا البير ليه قلت لك بالاول وليه خبرتك عن السنجاب عم جرب شوف شو الخبريه لوين رح توصل؟ رح توصل هو لانه هيدا السنجاب بياكل الشامبينيون وهو عم بيطير من شجره لشجره بكب المايسيليوم الابيض وين ما كان بالطبيعه، وبصير هيدا المايسيليوم الابيض يقشط حد سنوبرات او حد سنديانات، وهيك بالطبيعه السنديان والسنوبر بيكبر لانه من دون حدا يسقيه. تشوف قديش يعني مثلا ببلدان برا بتكون قاطع طرقات بتشوف مكتوب باساج على كوراي، لانه لما نفتح طرقات
بيموتوا الكرين لما بيقطعوا، فبيعملوا لهم حبال ليقطعوا فوق الطرقات وهيك. مثلا بلبنان اذا بيعملوا احصاء كم اكوراي بيموت على طريق حريصا بعد ما بيفتحوا الطرقات كيف ما كان. في اكوراي بلبنان؟ ايه في بعد شوي بس بعد في ثلاثه مفلتنين ايه لا بس في اكثر ما بتتخيل يعني. فبس تشوف قد ايه اوقات عن جد انه بالطبيعه في قصص كثير حلوه بس انه نحن يعني ما كثير بنحترمهم او بنقدرهم لهالقصص. نايس. سو المشروم استعمل السنجاب لياخذوا عند السنديانه عند عند السنوبره للسنوبره يعني تكبر اسرع والسنوبره والمشروم يساعدوا بعضهم يعني بتقول له اشانج بتقول له انا اعطيك اكل مينلي جلوسيد هول ثلاث ما هيك يعني الحيوان شجا والشامبينيون بعتقد فئه لوحده 100%. وبعد اذا بتشوف قد ايه اصلا السنجاب بياكل اوقات مثلا شو اسمه الجلان تبع علشان البلوطه وبصير هو بضبهم لايام الشتاء وبعدين بينسى وين ضبهم لانه نسى بصيروا يفرخوا. سو كمان تشوف قدام مهمين. وبعدين هون بعد ما حطينا بهذا الشيء بالاخر قد ايه الطبيعه مهمه للانسان قد ايه عم تعطينا اكسجين وهيك يعني كان نحن حتى متفقين معهم لازم كذا نحترمهم شوي اكثر بس مش دائما بتزبط معنا. رح نشوف بعد نوع سمبيوز هيك كمان كتير هيك أصعب شوي بس إنه ما زلنا عم نحكي عنهم يعني. الصورة رح نشوفها هيك هلا يمكن غريبة شوي بس هون منتطلع على شلش شو اسمها شتلة الفول وبتشوف على شتلة الفول على الشلش تبعها في هول البولات. أوكي. هول البولات هن زيت خبريت شامبينيون شوي هول نوع بكتيريا. وهون هول البكتيريا كمان يعني بنسميهم نودوزيتا عم تشوفون هن. شو الفكره كمان زيت الموضوع انت اذا عندك هلا ارض وبتحب انت الاورجانيك وهيك ما بدك تحط كيماوي واسس بيقولوا لك زرع فول. ليه بيقولوا لك زرع فول؟ لانه الفول بيقدر يتفق مع هول البكتيريا يعيشوا على الشلش تبعهم وبصيروا هول البكتيريا ياخذوا ديركت ازوت من الجو ويحطوه بالارض. بتعرف انه اكثر من 70% من الجو فيه ازوت ف النبتة ما بتقدر تاخذ الازوت من الطبيعة ديركت ما بتقدر بس الازوت ضروري بالتراب هو اساس. أوكي. فهول البكتيريا مش بس انه بيقدروا يعني يساعدوا النبتة تاخذ النبتة بتاخذ من التراب الازوت هول بيخلوا النبتة تقدر تستعمل الازوت اتموسفيريك بس بده يقطع فيها يعني هن بياخذون وبيعطون للنبتة والنبتة بتاخذهم نفس الوقت هي النبتة بترجع بتعطيهم اكل لهالبكتيريا اللي يعيشوا عليها. اول ما تزرع فول رح بشكل طبيعي هالبكتيريا رح تطلع عليها. تنمى. افرجيك الصوره هون عم نشوف نبته مزروعه بزيت النهار مع النودوزيتي وبلاها بتشوف كيف كبرت ثلاث مرات اكثر النبته اللي على اليمين يعني هون موجوده. فتشوف قديش يعني وهون افرجيك صورتهم كيف بيكونوا بالارض هول البكتيريا يعني هون مبينين شوي هول البولات يعني اذا منتبهون. فايه هلا مشان هيك عاده بنزرع فول بعدين بنقصه لانه لما نقص الفول ونتركه هون مبينين كمان شوي اكثر هالبولات. لما الفول لما بتزرعه بيزيد كثير الازوت بالتربه وتخيل قد ايه نحن عم نستفيد من وراء هيدا الشغله يعني قد ايه النباتات بيستفيدوا اكيد من خلالها وهيك يعني. فهول اكزامبلات كثير عن تعادل اكيد بالطبيعه قديش تكون قوية. فرح كمان افرجيك اكزامبل كمان شوي معقد بس بحب هول نضوي عليهم يعني. هون عم نشوف شيء اسمه ترميتير. الترميتير هو بيت نوع من النمل عم نشوفه هون قدامنا اللي هو فوق مبين بالصورة وهيدا بيتهم يعني انت كيف ما بتقطع اوقات بافريقيا بتشوف هول الترميتير وين ما كان موجود. وهن معمرين من الرمل حبة ميبنى. رمل ورا حبة رمل عبر صح. السنوات صح. أوكي. وهيدا هون صورة تقريبا كيف هي من جوا الترميتير كيف موجوده ما بعرف اذا عندنا موفي عنهم بس الفكره خلينا نطلع على هيدي الصوره تنفسرها يعني. المشكل هون البير انه هيدي النمله الترميت هي ما بتاكل غير خشب بس ما عندها بجسمها الانزيم اللي بتهضم الخشب ما بتقدر تهضمه فيها تاكل ولا فيها تهضمه. سو مع الوقت هون رح نفوت هلا انا وعم فسر على بيت ترميتير ونشوفها هيك من جوا كيف هي. مع الوقت قررت هيدي هي بسموها معجزه بالطبيعه اركتكتورال يعني انه تخيل انت انه نمل هالقد صغير بعمر هيك شيء ورح نفوت على جوا تنفهم شو عم بيصير كلها مثل تيوبات هواء تيوبات هواء ما بتخلص كيف ما كان يعني. هيدا النبته مش بس عمرت مش نبته سوري النمله حشره مش بس انه عمرت بيت عمرته وحطت فيه كل هالهواء كيف بيقطع هيدا نوع دهاليز بقلب بس هلا رح اقول لك الهدف تبع هيدا الدهاليز يعني بس هون تنشوف عن جد من جوا قديش اتس كومبليكيتد الخبريه تبعه وهيك. سو شو اللي عم بيصير هيدا الشامبينيون البيضاء اللي هي اساسيه لتعيش هيدا الترميتير الترميت
هول الشامبينيون ما بيعيشوا غير على حراره ثابته هي 35.5 درجات. اذا 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 برا 60 او ناقص 60 الحراره جوا هي اللي انا بتستعمل الهواء بتضلها 35.5. سو عملت هيدا الشيء كله لتربيها لهيدا الشامبينيون عندها لما تموت. لما من جبتها للشامبينيون؟ بتجيبها من الطبيعه وبتربيها جوا بس على هالحراره. وهون اتفاق معهم ذات الشيء انه انا بعطيك اكل وانت بتهضمي لي الخشب وما تعتلي هم ما حدا رح يقتلك انا عايشه جوا بقلب هالترميتيار. يعني شوف يعني بس بدي اعلق على الفكره انه هي هالحشره بتروح بتلاقي هالشامبينيون بتربيها وهيدي الكونستراكشن بس كلها تعيش جوا لانه هي بتعيش بقلبها بالطقس اللي بدها اياه الحراره اللي بدها اياه. بحلقه ثانيه بنفرجي قدام نحن استفدنا من هذا الشيء. ثانك يو ماخ. لازم نعمل حلقات وحلقات عن التعاضد بالطبيعه. اما هلا رح ننتقل لايت سمارت.